السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرة زروق السويطي إن أفراد حماية بوابة أبو قرين ضبطوا الخميس سيارة ذات دفع رباعي سوداء اللون وبها 13 قذيفة نوع هاون يستقلها سائق ليبي، مضيفا أن أفراد حماية البوابة تمكنوا من القبض على السائق الذي حاول الهرب، وأشار إلى أن السائق اعترف بأن تنظيم الدولة قبض عليه في منطقة وادي مراح، مؤكدا أن السيارة جاءت من طريق القدحية جنوبية أبو قرين وهي الطريق المؤدية إلى مناطق الجنوب الليبي. قال مدير مديرية أمن توكرا شرقية بنغازي رافع علي حسين أن مجموعات مسلحة لم يسمها سيطرت على بوابة تنسلوخ الأربعاء، مضيفا أن قوات من سحبت من البوابة بعد تلقيها تعليمات مما سماها القيادة العامة ووزارة الداخلية بالحكومة التابعة للبرلمان المنحل. ووصف مدير الأمن في توكرا المجموعات المسلحة التي سيطرت على بوابة بأنها غير شرعية ولا تتبع أي جهة في الدولة، يذكر أن احتجاجات شهدتها منطقة توكرا على خلفية القبض على فرج قعيم العقوري بقبل ميليشيات تابعة لحفتر. أبدى مقرر مجلس النواب المنحل صالح قالوم الخميس تفاؤله بما وصفه الترحيب بإجراء انتخابات جديدة في ليبيا على الرغم من تحفظه على غياب من يشرف على العملية. قال غالبما في تصريح صحفي إن هناك سؤالا مهما يتهرب الكثير من الإجابة عليه، وفي ظل أي حكومة يجب أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات لكي يعترف بها المجتمع الدولي. أضاف أن مشكلتهم تكمن في عدم المقدرة على تحديد الأهداف. شرعت بريطانيا في محادثات للانضمام إلى عملية عسكرية بمنطقة الساحل الإفريقي في غرب القارة تقودها فرنسا، وذلك بحسب تقرير إخباري عدته صحيفة The Times البريطانية. العملية تهدف إلى المساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يأتون من المنطقة إلى ليبيا ويعبرون منها إلى أوروبا، فيما قال مصدر حكومي بريطاني إن بلاده ستساهم عبر المشاركة بطائرات مروحية عسكرية أو طائرات مراقبة بدلا عن إرسال قوات قتالية. أشار التقرير لأن هذا الحراك قد يعلن خلال قمة بريطانية فرنسية من المؤمل أن تعقد في الأسبوع المقبل في العاصمة البريطانية لندن. انتهى الموجز مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.